انا عايز اتكلم معاك. عملت كده ليه؟ عشان اضمن حياتي. انا وعدتك ما اضمنكش، انما كده اضمن انكم تبدلوني بعز الدين. هقتلك. ما تقدرش، لازم تسلموني عشان تاخدوا الضابط بتاعكم. فاطمه، انا قلت لك اللي ما كانش صح ان يتقال ده لاني واثق فيكي. انا محتاج لك دلوقتي تقفي جنبي. خلاص انا قربت، انا رايح المفاعل بكره يا فاطمه. مطلوب مني ايه؟ انا منصور اخوكي، مش عايز منك اكتر من كده. تصبح على خير. منصور يلبس بدلة الإعدام تاني ويرجع سجن الاستئناف. وعز الدين يا فندم، ربنا معاه. هنسيبه بعد ما انكشف؟ لسه ما وصلش الحقيقة. هيقبضوا عليه؟ يمكن ما يحصلش ويقدر يوصل الحقيقة. الحقيقة مطلوبة بس مش على جثته. الحقيقة اللي أنا شايفها دلوقتي إن سيادتك صعبان عليك الفشل، لأن حضرتك اتعودت على النجاح. بس مش معقول تبقى حياة عز الدين في ايدينا ونسيبه يموت. لما توصل إدارة ابعت رسالة برجوع عز الدين. صباح الخير. صباح الخير. ما نمتيش؟ انام ازاي؟ مش قادرة اصدق ان منصور اخويا. دي الحقيقة. حاسة كأني في كابوس مزهق. بلاش نظرة الكره دي يا فاطمة. خدعتنا. افهميني يا فاطمة، اللي جابني هنا شيء خطير وما كانش قدامنا غير الطريقة دي. أنا تعبانة، تعبانة أوي. فاطمة اسمعيني، اسمعيني يا فاطمة، اللي حصل ده فاطمة تعالي هات. ايش اللي كنت بتسويه مع الحين؟ انطقي قولي. لازم كنت بتحرضيه على جوازه من بنت الفردي. اسمع يا ولد، انت هتتجوز بنت الشيخ عرابي الاسبوع القادم ان شاء الله. أشوف وشك بخير.
يعرفش الا بوجودها. سحر اكيد قالت له هيقتلك. لازم اوصل للحقيقه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. راجع. عندي اوامر ارجعك لمصر. ليه؟ انت انكشفت. انا بلغتهم هناك وبيقولوا لك ارجع. تعال معايا عشان اهربك. لا، مش قبل ما اوصل للحقيقه. تسلم يا عز، ربنا معاك.